لم يقف المؤرخين عاجزين عن كتابة 1 مايو عيدا للعمال، ففي هذا اليوم انتزع العمال حقوقهم، ولكنهم سوف يقفون عاجزين عن كتابة التاريخ أمام مواقفكم. فلأول مرة في التاريخ عمالا يضربون ويدورون معارك قضائية من أجل استحقاق، من أجل استرداد حقوق وطنهم وليس حقوقهم. فسوف يذكر التاريخ أن عمال مصر قاموا بإضرابة من أجل واسترداد وتشغيل مصانعهم. فتحية خاصة لعمال الحديد والصلب والمراجل البخارية وطنطا للكتان وسيمو للأوراق وإيديا اللي إن شاء الله هنرجعها يوم 17/5. المصانع للعمال، فأنتم جنودا، فليس الجنود هم من على الحدود ومن يقاتلون الإرهاب، بل أيضا من يبني وينتج. ومن يقف أمامكم أو يصدر قوانين ضدكم فهو من أعداء الأمة وفي صفوف الثورة المضادة. لم تقف أعداء وصفوف الأمة المضادة، فلم تنسى أعداء هذه الأمة ما قام به عمال مصر من بناء وإعادة تأهيل مصر من جديد لخوض حرب 73 ليسترد الشعب المصري والجيش المصري كرامته ويسأر لهزيمة 67، وليستمر مسلسل التنكيل عن طريق قانون الانفتاح الاقتصادي إلا ما كان هو إلا قانونا وعقابا جماعي على ما قام به عمال مصر ومصانع القطاع العام إعداد الجيش شعبا وجيشا من أجل استرداد حقوق الكرامة. ليستمر مسلسل التنكيل عن طريق الخصخصة حتى قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وإننا نرى أن أي قوانين تصدر تقنن الفساد فنراها ردة على الثورة وارتداد على مكاسب ما حققته 25 يناير و 30 يونيو، مثل قانون عدم الطعن على العقود من طرف ثالث. أن المواقف الصعبة هي التي تظهر صلابة الشعوب، فلم يستسلم عمال مصر في 67، ولكن لبوا نداء قائدهم والتف حول جيشهم ليعيدوا الصفوف ويقودوا حرب يرد بها الكرامة للجيش والشعب المصري، ليلبي الجيش نداءات شعبه في 25 يناير وينحاز معه، ويلبي الجيش مرة أخرى نداء شعبي في 30 يونيو وينحاز لصفوف شعبي. زي ما قلنا الشعب والجيش إيد واحدة، الشعب والجيش إيد واحدة، الشعب والجيش إيد واحدة، الشعب والجيش إيد واحدة، الشعب والجيش. فما آن الأوان أن يلبي الجيش مصر نداءات وصرخات عماله من أجل إعادة تشغيل المصانع من جديد، ونقول عمال مصر وجيشها إيد واحدة، العمال والجيش إيد واحدة، العمال والجيش إيد واحدة، العمال والجيش إيد واحدة. من معارك نضال خاضها الزعيم جمال عبد الناصر لبناء مصانع القطاع العام من أجل كرامة المواطنين والعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، عمال مصر وفلاحي مصر وشعب مصر البسيط الذي ظلم كثيرا، هذا الشعب طيب اللي صار من أجله من أكثر من 60 سنة مجموعة من الشبان الأحرار حطوا رقبتهم على كفهم وخرجوا علشان يرجعوا لهذا الشعب حقوقه، يرجعوا لهذا الشعب
أرضه يرجعه لهذا الشعب مستقبله. إخواني احنا خدنا من 60 سنة معركة كبيرة جدا، وكنت انتوا ثمرة هذه المعركة وجنودها وأبطالها. تلك المعركة التي بدأ جمال عبد الناصر وإخوانه الأحرار لخروج مصر والوطن العربي كله من تحت مظلة التبعية ومن تحت قيادة الخونة وعملاء الاستعمار، وبناء مجتمع ترفرف عليه الرفاهية كان عنوانه اسمه مجتمع الكفاية والعدل. هذا المجتمع اللي كان جمال عبد الناصر بيرى أنه مجتمع يكون حق الرفاهية فيه والتعليم والصحة والعلاج والعمل وكل شيء بكرامة من حق كل مواطن مصري وكل مواطن عربي. تعرفين كان فيه في البلد في هذا الوقت 5% بتاخذ كل شيء، بتاخذ الثورة الثروة، بتاخذ التعليم، بتاخذ الشغل، بتاخذ كل شيء، وبقية الشعب كان خارج منظومة الحياة. ولهذا تعرض جمال عبد الناصر وإخوانه الأحرار لحرب دروس من أعدائنا وأعداء مستقبلنا وناهبي ثرواتنا، التي بدأت كلنا زي ما احنا فاكرين بمعركة السد العالي. أبدت قبليها أن علشان أول حاجة عملته الثورة علشان تبين فعلا انتمائتها وهي بتنتمي لمين، كان قانون الإصلاح الزراعي اللي قضى على الإقطاع. وبعدين أهم من كده بعد كده تحقيق جلاء، لأن مفيش أي مستقبل لأي شعارات. يعني الشعارات اللي كانت بتتقال حتى بعد 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، كل الشعارات دي ليس لها معنى إن لم يكن يوجد في مصر استقلال وطني حقيقي، يكون ضمير مصر طالع من شعبها، يكون قرار مصر بيعبر عن إرادتها، تكون ما بتاخدش تعليمات لا من بيت أبيض ولا بيت أسود، ويكون اللي موجود في مصر هو شغلته الوحيدة موظف عند الشعب المصري عشان ينفذ إرادة هذا الشعب. فلهذا لما نرجع تاني لمن أكتر من 50 سنة كانت مصر اقتصادها في ايد الأجانب وفي ايد حفنة، فكان لازم نسترد هذا الاقتصاد. وكانت البداية طبعا بتأميم قناة السويس اللي كانوا بيسرقوا دخلها كله، وبعد كده استغلنا هذا التأميم في بناء السد العالي الذي أزاد الرقعة الزراعية والذي طلع أكبر طاقة كهربية في هذا الوقت، التي بنت المصانع الذي أنتم أبنائها الآن. وإن المعركة ما كانتش سهلة، المعركة كانت في منتهى الصعوبة. بنينا صناعة، ابتدينا أولا نطلب من القطاع الخاص في هذا الوقت أن يكون هو فعلا الأداة الرئيسية في التنمية في البلد، ولكن تخاذل القطاع الخاص في هذا الوقت مش كله، يعني اللي هم حفنا منه اللي هم متعاونين مع الاستعمار ووقوفهم ضد الدولة، هذا ما أدى إن لازم الدولة كانت تاخد دورها الطبيعي في تنمية هذا البلد. وكانت قوانين يوليو الاشتراكية في سنة 61، يمكن في ناس بسيطة هنا تكون عاشت هذه الأيام، بس أنا متأكد إن أنتوا أبناء المصانع التي كانت نتيجة هذه القوانين التي أدت بعد ذلك لبناء أكبر صرح صناعي في الشرق الأوسط
عملنا خطة خمسية عملنا فيها أعلى معدلات تنمية تشهدها دول العالم في ذلك الوقت، خطة الخمسية الأولى وخلصنا قبليها، وبعد كده الخطة الخمسية الثانية، حتى بعد العدوان الغاشم الذي حدث في 67 وتلك الهزيمة الخاطفة التي تعرضنا لها، كان دور القطاع العام ودور الصناعة هو الذي أخذ جيش مصر في حضنه وقام واستطاع أن نبني جيش جديد يبدأ المعارك بعد 4 أسابيع من نكسة يونيو بمعركة رأس العش، مروراً بإغراق المدمرة إيلات، مروراً بحرب الألف يوم التي استمرت حتى وقف القتال في 5 أغسطس. كان دوركم أنتم ودور أهاليكم ودور إخواتكم في المصانع كان لا يقل عن دور الجندي الذي كان على جبهة القتال يفدي الشعب ويفدي مصر بروحه. وكان في هذا الوقت رغم الحصار الاقتصادي اللي كنا معرضين له، رغم عزوف الدول الغربية التي تدور في فلك أمريكا عن أي مساعدة لمصر، رغم البنوك ومصادر التمويل كانت مقفولة في وش مصر، لكن استطاع هذا الشعب وبإرادته الصلبة أن يخوض معركة الاستنزاف وأن يبني قواته المسلحة وأن تعيش مصر وأبناء مصر في تلك الفترة دون أن تحس ودون أن يحس المواطن المصري بأي أثار سلبية على حياته، بخصوص المعيشة وبخصوص التعليم وبخصوص الصحة. حتى في ذلك الوقت لم تتوقف التنمية، وكلنا عارفين أن أكبر مجمع للألمونيوم اللي في نجع حمادي بني في تلك الفترة، الذي يعتبر من أكبر مجمعات الألمونيوم في العالم، هذا الصرح الصناعي الذي للأسف النهاردة بيمر بنفس النكسة التي بتمر بها جميع صناعات مصر، التي للأسف اللي احنا بنملكها بدأت تلك الرحلة الغادرة التي بنعيش أثرها اليوم من بعد حرب 73. بعد حرب 73 وبعد جيشنا الباسل البطل ما حقق هذا الانتصار الذي أذهل العالم كله، بدأنا رحلة من الغش والخديعة والضحك على الشعب بألفاظ براقة ووضعولنا السم في وسط الدسم، وبدأنا رحلة الانفتاح الذي أطلق عليه بانفتاح السداح مداح، الذي أهدر قيمة العمل وأهدر قيمة العلم، وتحول المواطن المصري من قيمته في عمله وعلمه إلى أصبح مجتمع هي بيبص الفلوس، ودخلنا في حلقة مفرغة بيتزعمها الفاسدين والسماسرة والمرتشين. فضلت هذه المرحلة من عصر لعصر، وبدأنا هذا البرنامج فرض علينا، احنا بدأناهوش، بدأ فرض علينا برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام وتحويله للأسف، يعني هم قبل ما يبيعوه منعوا عنه الاستثمارات ومنعوا عنه التمويل ومنعوا عنه كل شيء علشان يظهر في صورة خاسرة ويظهر في صورة لا تعبر عن حقيقة هذا الموضوع. وأنا متأكد أن أنتوا أدرى ناس بهذا الموضوع هنا، اللي أنا شفت ناس من مصنع الحديد والصلب، الناس دي شافت هذا المصنع من زمان كيف كان قلعة من قلاع الحديد والصلب. المصنع ده ما فيش منه إلا 4 في العالم، المصنع ده الوحيد في مصر اللي بيبدأ إنتاجه من المادة الخام الموجودة في الجبل، ليس بياخد أي مادة مصنعة من أي حتة، بس كان طبيعي طبعا لازم المصنع ده يمر بهذه الضائقة علشان بعد كده يجي واحد زي أحمد عز وهؤلاء عملاء النظام وهؤلاء
متحالفين مع النظام يقدر يسيطر على سوق ويسيطر على صناعة مصر، صناعة الحديد والصلب في مصر. ليه؟ لأن بسيطة جدا، مصنع الحديد والصلب لما يشتغل بظروفه الطبيعية باستمراراته الطبيعية تكلفته أقل من أي حد من دول، فبالتالي مش هيقدروا يفرضوا احتكارهم ومش هيقدروا يفرضوا نهبهم وسلبهم لمخدرات هذا الوطن. وطبعا نفس الموضوع حدث مع شركات كتيرة، للأسف الحمد لله الحديد والصلب لغاية دلوقتي ما قدروش يبيعوه ومش هيبيعوه، لأن النهاردة احنا لازم نعهد نفسنا أي مصنع هيتباع على جثتنا، مفيش مصنع هيتباع في مصر بيملكه القطاع العام. وطب بتوع ايديا ما قدرش، هنا قاعدين كلنا فاكرين مصر كلها والعالم العربي كله كان ايديا دي هي كانت العلامة التجارية المميزة. انا فاكر انا كنت عايش بيت رئيس الجمهورية، كانت التلاجة اللي فيه ايديا وكان كل شيء فيه ايديا، والتلفزيون كان صناعة شركة نصر للتلفزيون، كان كل شيء مصري. وانا فاكر بدلة الوالد كانت من انتاج قماشها من غزل المحلة. وكان اشيك على فكرة من اللي جم بعديه كلهم، يعني اللي بعديه كلهم اللي هم كانوا بيلبسوا من افخم بيوت الازياء في العالم، لا هو بدلة غزل المحلة كان اشيك واحد واشيك منهم كلهم. فاخواني احنا شفنا المسلسل، هذا المسلسل الذي بدا نمره واحد بمنع الاستمارات على المصانع، نمره اثنين طرد الكفاءات من المصانع، سرقت طبعا الكفاءات خدوها في الشركات القطاع الخاص، وبعد كده عمليه التخسير، انا ما اقدرش اقول خساره المصانع، وفرض ادارات لهذه المصانع لا تعبر عن تلك المصانع. انا مش فاهم، وانا بوجه كلامي لوزاره الاستثمار ولرؤساء مجالس ادارات المصانع الخاسره. انا اللي اعرفه كمهندس وراجل مارس العمل ان انا النهارده لو وضعت في إدارة مصنع والمصنع ده خسر لازم يبقى عندي دم وامشي. نمرة اتنين، هذا المصنع لو خسر نتيجة منع الاستثمارات ومنع الإحلال والتجديد لازم هفضح الحكومة وامشي. إنما اللي بقى قاعد النهاردة بيدير هذه المصانع وموجود، وانا عارف هم بيقبضوا الالافات المؤلفه ويعين العمال بياخدوا الملاليم، دول متواطئين مع ما يحدث في صناعه في مصانع القطاع العام. يعني النهارده اي رئيس مجلس اداره واي مجلس اداره شركه من شركات قطاع الاعمال اللي قاعد وشركته بتخسر وهو قابل على نفسه ومستشاريه الالافات المؤلفه التي ياخذها من دم وعرق وعرق هذا الشعب، ده متواطئ، ده لا يجب ان يعامل معامله اللصوص، لان هم بيسرقوا دماءنا وبيسرقوا مخدراتنا. اخواني احنا النهارده مش من النهارده، هذا الشعب العظيم بعماله وفلاحينه ومثقفيه والرأسمالية الوطنية وجيشه بعت رسالة، والرسالة دي أنا بعتبرها يعني أنا أي رئيس جمهورية احنا مش مستنيين منه اللي هيجي يقول لنا برنامجه إيه. احنا البرنامج عارفينه، احنا عايزين نعرف هيطبقه إزاي، عايزين نعرف هيرجع حقوق العمال إزاي، عايزين نعرف هيرجع حقوق الفلاحين إزاي، عايزين نعرف هيقضي على تواطؤ وتحالف الاستغلال
والسلطة وسرقة قوت هذا الشعب ازاي؟ ده اللي احنا عايزينه. القصة مش حكاية حد أدنى وحد أقصى، لا، القصة أكبر، القصة أكبر من كده بكتير. القصة هي وجود عمل شريف لكل مواطن يحس ان المواطن اللي بيشتغل في هذا العمل انه فعلا مش بياخد فلوس، يحس ان هو بيعمل هذه الفلوس. ده الاحساس اللي لازم يكون عند كل مواطن في هذا البلد، وهذا لن يكون الا ان تأخذ الدولة دورها الطبيعي في قاطرة التنمية وقاطرة التطور بأن يكون بالنسبة لمصانع قادر الشركات بأن يكون هناك تنمية حقيقية وفرصة عمل حقيقية، وأن نقضي على الاستغلال. يعني احنا النهارده شفنا جابوا باعوا مصانع الاسمنت وباعوها ارخص الاثمان، وبعد ما باعوها ادوا للمشترين دعم من الطاقه، لو تحسبوا اللي خدوه يقدر بمليارات الجنيهات، وادوهم المحاجر والمواد الخام بابخس الاثمان. واحنا شفنا، انا شفت بعيني بعد كده بيبيعوا منتجهم بالسعر العالمي. طب احنا نصيبنا فين؟ ما الكهرباء اللي سرقوها دي بتاعتنا، المحاجر اللي خدوها وصنعوا منها الاسمنت ده بتاعنا وبتاع هذا الشعب، نصيبه فين؟ وغيره حصل في مصانع الاسمنه، وحصل في مصانع الحديد، وحصل في كل ملاهي الحياه في هذا البلد. عملوا حاجتين، سرقوا مصانعنا، صانع هذا الشعب القطاع العام، وباعوها بأبخس الأثمان. وحتى المصانع اللي غير القطاع العام، الناس اللي جت تانية ادوها طاقة ببلاش بسعر يضحك يعني، وادوها المحاجر أو المواد الخام بأسعار ليس لها علاقة بالأسعار العالمية، وعفوهم بالضرائب كمان، وبعد كده يبيعوا منتجاتهم بالسعر العالمي. ده اي منطق، اي منطق في الدنيا بيقول هذا الكلام؟ ده معناه ايه؟ معناه ان احنا، ان هذا الشعب شريك في كل هذه المصانع. هذا النهارده لما حد يطلع يقول ان احنا خايفين من التأميم، هي القصه يا ريت تأميم، لان انا تأميم ايه؟ تأميم يعني انا باخد المصنع او باخد المنشأة وبديك حقها، لكن انت ما حتى ما وصلتش لمستوى التأميم. المصانع دي اغلبها سرقانة، احنا عايزين حقوقنا وحقوق هذا الشعب ترجع تاني من تلك الطبقة التي سرقت كل ثروات البلد وعاشوا في ابراج عاجية وطرقوا هذا الشعب يا ان بالفقر والعوز والاحتياج وسوء الخدمة الصحية وكل شيء. فإخواني احنا هنا بنوجه رسالة للرئيس القادم، وانا من عادتي او معرفتي سواء بكلا المرشحين، انا عارف ان هم عارفين هذه الرسالة كويس، وعارفين ان هذا الشعب اللي قدر يخلع رئيسين في اقل من 3 سنين، الفترة الجاية لو الشعب الرئيس لم يكن بيعبر فعلا عن إرادة المواطن وعن أمل المواطن في المستقبل، فعارف يعني إن هو هتبقى أيامه معدودة. فإحنا النهاردة هذا الشعب اللي صبر كتير، هذا الشعب اللي بحسن نيته، للأسف إحنا شعب طيب وثوراتنا بيضة، بس للأسف في ناس ما عندهاش دم ومش قادرة تستوعب طيبة هذا الشعب وتختفي على الأقل عشان ينساها، لكن جاية وبتطل علينا بوجهها الكئيب وبأفكارها الكئيبة وبتصرفاتها الكئيبة.
هم الظاهر مستنيين الثورة الحمراء تحصل. فأنا عايز أقول لهم أرجوكم ما توصلوش هذا الشعب لهذا المفترق، لأن تلك الثورة هتجيب الأخضر مع اليابس. وإحنا النهاردة الشعب ده بعماله وفلاحينه وببسطائه لازم يحس إن الثورة اللي قام بيها، الثورتين اللي قام بيهم في 25 يناير و 30 يونيو، سنبدأ في تحقيق برامجهم. برامجهم أنا بعتبر المادة الأولى الأساسية، ودي اللي حققتها ثورة 30 يونيو، هو الاستقلال الوطني وعدم التبعية لحد. وإن يكون قرارنا صادر من ضميرنا، وطبعا بعد كده جميع الأهداف اللي حافظينها وعارفينها كلنا من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. إخواني إخواني، أنا من هذا المنبر بأكد إن أنا بأدين هذا القانون الذي بيحصن أعمال قامت في عصر كلنا نشهد لهذا العصر أنه كان عصر انفلات، عصر تواطؤ السلطة مع رأس المال المستغل، عصر الفساد. فأي تحصين، احنا عايزين التحصين الوحيد زي جمال عبد الناصر ما حصن ثورته، حصنها بيكوا انتوا، لا بقوانين ولا بورق ولا بأي شيء. تحصين الثورة وتحصين أي واحد أنه يكون خادم لهذا الشعب، أن يكون بيعبر عن إرادة هذا الشعب، أن يكون هو الأداة التي يرى فيها المواطن أماله وأحلامه. دي الطريقة اللي الرئيس يحصن بيها نفسه ويحصن بيها مستقبله. احنا شفنا جمال عبد الناصر تعرض في الأربعين سنة اللي فاتت من بعد حرب 73 لأكبر عملية اغتيال معنوية، وتعرض لأكبر عملية طمس للتاريخ والإنجازات، ولأكبر عملية تزييف في المناهج وفي كل شيء لإغفال دوره وتضييع دوره من ذاكرة هذا الشعب. هل نجحوا في هذا؟ لا، لم ينجحوا. ليه؟ لأنه كان محصن نفسه بيكوا أنتوا، بيكوا أنتوا عمال مصر وفلاحين مصر وشعب مصر، هو ده التحصين. ودي الرسالة اللي بقولها للرئيس القادم، حصن نفسك بشعبك المتغطي بغير شعب وعريان.